مباراة حصل فيها 3 طردات منها كباتن الفرقتين، وكمان فيها ضرب جزاء وشتايم الجمهور ده والجمهور دون، بس كل الإثارة دي الزمالك قدر يتغلب على الاتحاد في الاتحاد 3-1 بفضل محمود كهربا وعبد الله دوان. قبل بس ما اخش التكتكس الماتش عايز اتكلم كلمتين على محمود جنش. جنش النهارده اتعصب عصبيه زياده بعد ما الشوط خلص وادى انه يطرد بين الشوطين. العصبيه دي ادت في اصلا في الماتش لما اتلعب شد من فرقتين، الفريق ده مشدود الفريق ده مشدود، شتايم للجمهور ده مشدود وده بيضرب ده بيتخانق ده بيعمل، وبان اكتر في جون الزمالك التعادل لما هاني سليمان مسك الكوره ولاعيبه الزمالك اتخانقت معاه وحصل مشادات في الماتش وخرج الماتش 1-1. في بين الشوطين حصل حاجه بين الاداري بتاع الزمالك مع محمود علاء وبتاع اوض الملابس بتاع الاتحاد مع محمود جنش، وجنش خاني معاه وضربه كده، فدون ادى لايه؟ حاجه واحده بس. بين الشوطين حد تقريبا من الحكم الخامس او الراي او مراقب الماتش قال لمحمود عاشور لازم جنش ومحمود وهاني سليمان الاثنين يتطردوا، وده ادى الاثنين فعلا اتطردوا، ودون حاجه سيئه جدا ان كابتنين الفريق يتطردوا. بس انا بركز على محمود جنش لان محمود جنش هيأثر على الزمالك في الماتشات الجايه، لان الزمالك الماتش الجاي عنده بيراميدز، وبيراميدز زي ما انتوا عارفين فريق تقيل قوي، فريق مرعب جدا، فانت اكيد عايز حارس تقيل في مرماك ضد فريق بيراميدز. مع عماد السيد انا عن نفسي في رايي الشخصي يعني مش واثق فيه قوي، يعني هو حارس ممكن يكون كويس ممكن يكون سيء، بس انا عن نفسي مش واثق فيه، يعني مش واثق في عماد السيد قوي. الزمالك النهارده بدأ بال 4-2-3-1 اللي بيبدأ بيه على طول، والتشكيل الثابت على طول اللي بيبدأ بيه بجنش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني بدل الونش المصاب وحمدي النجاز وعبد الله جمعه وفرجاني وطارق حامد وباما ومصطفى فتحي وكهربا، وتغيير وحيد وهو اللاعب عمر السعيد بدل كاسونجو اللي مش راح الوحيد السعودي. اللي بان تقريبا طول الشوط الاول ان الزمالك خايف، الزمالك مهزوز، جروسي نازل قلقان من الماتش بيتذكر سيناريو ماتش الاتحاد في بطوله العربيه، لانه نازل الماتش برده كان مندفع برده عايز تجيب جون عايز تعمل ولبس جون في الاخر. هو الشوط الاول كان واقف مستني بيشوف ايه اللي هيحصل اللي هيجرى الاتحاد هيلعب ايه، زي اللي حصل مع مثلا حسام حسن امبارح. حسام امبارح طول الشوط الاول بيشوف الاهلي بيعمل ايه الاهلي هيحصل ايه ونزل رد عليه الشوط الثاني. جروس تقريبا عمل نفس الحكايه الماتش ده، بس الفرق الاكبر ان لعيبه الزمالك حتى في الملعب كانت متنشنه بزياده، كانت متوتره قوي، كانت في عصبيه، في ضغط، تحس ان اللعيبه نازله مضغوطه، ده لازم نكسب الاتحاد عشان نبين ان احنا فريق جامد والعملاق وكده. ممكن برضه يكون اللعيبه خايفه من حاجه، خايفه من التحفيل اللي بعد الماتش، وده حاجه سيئه جدا ان اللاعب يحط في مخيلته ان لو خسر ماتش النهارده يبقى في تحفيل عليه بعد الماتش وفي صف عليه بعد الماتش. ده لازم اللعيبه تبعد على السوشيال ميديا ان لو فضل الحال على كده ممكن ننزل قدام فريق كبير نبقى مضغوطين او خايفين من التحفيل نخسر الماتش ونطلع من البطوله مهمه. الزمالك فضل خايف طول الشوط الاول لحد لما لبس جون من خطا ساذج من محمود علاء هداف الدوري حاليا. محمود علاء بدل ما استلم الكوره وتنزل تحتيه لا ده استلم الكوره وراح بعيد عنه، راح لاعب الاتحاد خدها وجه وباص على كده لعيب الثاني وشاط والجون الاول للاتحاد السكندري. بعد جول الاتحاد هنا بقى الزمالك اتحول تماما، اتحول من ايه؟ ان اللعيبه ابتدت تهدى، الريتم هدي، اللعيبه ابتدت تلعب كوره، ما بقاش فيه تنشنه، ما بقاش فيه عصبيه، ابتدى الزمالك يلعب كوره اكتر، ابتدى يلعب كوره مميزه لحد ما جاب جون التعادل من كوره ثابته، كوره ثابته، كوره لعبه ركنيه، جون عمر السعيد الهدف التعادل للزمالك، وبالمناسبه جون صحيح واحمد الشناوي قالها في الاستوديو ان جون صحيح ما فيهوش اي حاجه. بعد الجول التعادل لعيبه الاتحاد السكندري لقت لعيبه الزمالك هديت، التنشنه هديت عندها، وابتدت تخش جو الماتش، ابتدت ترجع في ماتش ثاني. فلعيبه الاتحاد حاولت تعمل ايه؟ انها تخرج لعيبه الزمالك بره الماتش، لقينا خالد قمر بيضرب، لقينا المدافع بتاعهم من الطرف الاخر ده بيضرب، هاني سليمان بيضيع وقت، في كذا حاجه بتحصل اللي يخرجوا لعيبه الزمالك عن شعورهم ويخرجوهم بره الماتش، لكن لعيبه الزمالك ما استسلمتش الحكايه دي، وابتدوا لهم يلعبوا كوره اكتر ويلعبوا كوره مميزه لحد ما سجلنا الهدف الثاني. الهدف الثاني كوره اتلعبت من محمود علاء، محمود علاء لعمر السعيد، عمر السعيد بوش رجله خارجي بلسم بوش رجله الخارجي راح لكهربا، كهربا جري في اخر لحظه تولد منه سنه، لو هاني سليمان ذكي كان ممكن يطلع ويقفل عليه، بس تولد منه وراح حطها له قريبه، وكان كهربا انا شاكك انه كان بيجري مستني لهاني سليمان يطلع عليه عشان لو عرفت بعيده، لكن ما لقاش هاني سليمان وراح لها له قريبه وجت جول الزمالك وخلص الاول 2-1. حصلت المشكله بين الشوطين وجه الاشتراك وكده نزلنا الشوط الثاني
ناقصين لاعب اللي مصطفى فتحي خرج ونزل عمل السيد. لو مصطفى فتحي خرج شفنا يوسف اوباما في الحالات الدفاعيه بيقلب لوينج، بيتحول لوينج وبيرجع يساند حمدي النجاز. اما في الحالات الهجوميه كنا بنشوف مع اوباما انه بينزل تحت عمر السعيد اكتر من انه يبقى لاعب وينج صريح، وده بيبان كتير ان كره كان حتى بينزل يوسف اوباما ياخد الكره من لعيبه نص الملعب ويبتدي يطلع بيها للامام عشان يوصل الكره للمهاجمين. فضل الحال دون لاخر ماتش تقريبا، اوباما في الحاله الدفاعيه بيرجع بيحاول بيتحول للوينج وبيرجع يدافع مع حمدي النجاز، وفي الحاله الهجوميه بيتحول للاعب فولس 9 او لاعب نمره 10. فضل الحركه على كده وبدا انشال من هنا وانشال من هنا لحد ما جه طرد الاتحاد، وده حول الاتحاد تماما. الاتحاد لما كان 2-1 كان فيه اندفاع نوعا ما نسبيا انه عايزين يجيبوا جون التعادل، عايزين يتعادلوا عايزين ما يخرجوش خسرانين. لما حصلت التعادل قصدي الطرد الاتحاد لازم يحصل تغيير، فنزل مروان النجار بدل تشوكا لاعب المهاجم، ودي خلت ان في ضعف في الحته الهجوميه ان بقى خالد قمر هو اللي بيلعب لوحده. بعد لما نزل مروان النجار حاول يصلح الحته الهجوميه ديت حلم ترامب بنزول فوز الحناوي، بس ما فاتش كتير وفضل الحال يعني فضل الحال كمحال وما حصلش اي حاجه جديده وفضل الحال هو هو. وحتى في اخر الماتش حصل حاجه ساذجه جدا من مروان النجار، ان يوسف اوباما استلم الكوره وحط مروان النجار بمعلمه في ظهره فضل مكمل بيه، ومروان النجار مش على كتفه لحد لما خد ضربه جزاء محمود علي جامع الجول الثالث وبعد ده الدوري مع كهربا. ماتش حلو بس في حاجه سيئه ان جنش طرد، وده هياثر علينا في ماتش بيراميدز، وهذا فكرته ان ده هياثر علينا في ماتش بيراميدز. ماتش كويس الحمد لله طلعنا بثلاثه بونت، وسعنا الفرق الثاني مع بيراميدز، لسه هنلاعب بيراميدز يعني بس وسعنا الفرق معايا مؤقتا. الحمد لله على الفوز. ان شاء الله في ماتش اتحاد طنطا بتاع يوم 13 نكسب او حتى نطلع بنتيجه ايجابيه في المغرب عشان نيجي هنا في مصر مستريحين ونخش ماتش بيراميدز بقى كده فريش ومركزين للماتش. في الاول والاخر ده راي شخص واحد بس، المهم رايكم تقولوا رايكم في الكومنتس في الماتش، في الماتش في الكومنتس وقولوا لي رايكم، هل الزمالك يفضل مكمل على نفس النهج وياخد الدوري وينافس في كل البطولات ولا ممكن يقع بطوله من البطولات؟ بس دي كانت حلقه الزمالك والاتحاد السكندري. الاول حلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب وانا فعلت زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعني على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك تويتر انستجرام في الديسكربشن ده، واعمل شير على فيسبوك وريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم حلقه جديده، سلام.